في أحد الغابات ليلا، فيه بنت بتجري خايفة من السفاح المقنع اللي بيطاردها بعد ما قتل صاحبتها وعايز يقتلها هي كمان، وعمالة بتجري منه وبتستخبى وبرضه مش عارفة تنقذ نفسها منه، لحد ما حاصرها وهي مستخبية وهجم عليها وقتلها. وبتظهر جاكي بنت سعيدة ومستعدة مع صديقتها المقربة بورشا انهم يروحوا البيت الرعب اللي معمول الليلة في الغابة المعزولة بمناسبة الهالوين. وهي دخلت لبيت الرعب ده السنة اللي فاتت وعجبها جدا، ودعت كل اصدقائها لبيت الرعب السنة دي وكلهم متحمسين بسبب الرعب والخوف اللي هيواجهوه الليلة. وفي احد المطاعم بيظهر اصدقاء جاكي الباقيين، وهم جاستن لاعب كرة القدم اللي فشل فيها، وصديقه المقرب مايكل اللي دايما بيدعمه، وحبيبة مايكل هي ايمي، كلهم متحمسين برضو للذهاب لبيت الرعب. وتسأل بورشا صديقتها جاكي عن بيت الرعب، فتقول لها ببساطة هم بيدفعوا فلوس للناس عشان يرعبوهم، وهم متنكرين في أزياء سفاحين ومهرجين ووحوش، والمكان مقسم لخمس مراحل والمكان آمن وكلهم هيستمتعوا فيه، والمهم إنهم اتجمعوا كلهم مع بعض. ووصلوا كلهم لبيت الرعب اللي معمول في الغابة المعزولة، واكتر حاجة مستغربين منها هو عدد الناس القليل، وده واضح عند بوابة بيت الرعب، بس هم مش مهتمين. هي الاعداد قليلة عن السنة اللي فاتت صحيح، بس كل ما كان البيت فاضي عليهم كل ما المرح والمتعة والخوف هيزيدوا الليلة، واوستن حاسس انها تبقى اهم رحلة في حياتهم كلهم. وراح زاي يقابل اصدقائه مايكل وحبيبته ايمي وصديقه اوستن اللي زاي كان سبب في اعتزاله لكرة القدم لانه دايما كان احسن منه بكتير في اللعبة، والمدرب فضله عليه وطرد اوستن ساعتها. وظهرت صديقتهم كيسي وكلهم مستعدين لدخول بيت الرعب، وزاي ساب اصدقائه كريج واوستن في العربية لانهم هيحتاجوا يشربوا سجاير الاول وبعد كده هيحصلوهم لبيت الرعب، وهم في العربية لوحدهم مستمتعين اكن مفيش سفاح مثلا مراقبهم وقتلهم، والناس اللي بيشوفوهم فاكرين ان ده جزء من عرض بيت الرعب ومش حقيقي. ولقى زاي والشباب السفاح وهو بيجري ورا الناس وكلهم منبهرين والوضع هادئ حتى الان. وجالهم مارك اللي شغال في بيت الرعب ده وصديقه المفضل هو اوستن، ومارك ما بيكرهش في حياته زي زاي لانه خطف منه حبيبته زمان وسبب له مشاكل كتيرة جدا، وكده زاي مكروه من اوستن وصديقه المقرب مارك. وهيدخلوا الاول مرحلة في اللعبة ويلاقوا الساحرة بتطلب منهم يسلموها كل تليفوناتهم لانها ممنوعة هنا، وعشان يضمنوا ان الكل يستمتعوا باللعبة بدون تشتيت هيشيلوا التليفونات دي في صندوق وهيلاقوه لما يخلصوا اخر مرحلة من بيت الرعب، واديت المفتاح لإيمي وهتشيله معاها. وهم وافقوا ودخلوا الاول مرحلة وهم مستمتعين وهيشوفوا الرعب الحقيقي، وقبل المرحلة الاولى يقعدوا يتصوروا صور للذكرى، ومارك مش معاهم لانه سابهم عشان شغل، وقد تكون دي اخر صورة هتجمعهم وهم فرحانين لانهم داخلين لغابة السفاح. ولما يدخلوا المرحلة الاولى في المتاهة شافوا سفاحين ووحوش متنكرين عادي خالص، حتى لقوا السفاح الخنزير بيراقبهم، وده دليل على نهاية المرحلة الاولى وبداية المرحلة التانية. والمرحلة التانية فيها ضباب والرؤية صعبة جدا، وعليهم كلهم يخرجوا من المرحلة دي للغابة، وتفرج زاي عنهم وبيكون السفاح مراقبهم. وخرجوا من المرحلة وهم مستمتعين جدا، ولقوا زاي خايف ويقول لهم انهم ما يسيبهوش لوحده من تاني، وهو حاسس انه شاف سفاح غريب بقناع اغرب كان باصص عليه ويهدوه. والمرحلة التالتة هي بيت المهرجين، والمهرج معاه سيف وبيدعوهم للدخول لبداية المرح، ولما دخلوا تحصل مفاجآت. المهرجين حواليهم من كل حتة، ومنهم مانيكان ومنهم بشر متنكرين، ومن كتر خوفهم جريوا بسرعة من المرحلة التالتة. واوستن مبسوط وفجأة السفاح جاله من ظهره وقبض عليه، واصحابه طبعا عارفين ان كل ده هو جزء من العرض بس السفاح بجد، ولكنه لو قتل اوستن قدامهم هيخافوا وهيجروا وهيتفرقوا، وهو مش عايز كده، هو عايز يصطادهم واحد واحد في السر وبهدوء. فحرر اوستن وسابهم يمشوا عشان يظنوا
يظنوا ان هو مجرد سفاح متنكر عادي جزء من بيت الرعب، وكده كده هيجمع بينهم لقاء تاني قريب. والشباب لما كملوا طريقهم بتكون كيسي اتأخرت عليهم لانها بتربط رباط حذائها، وبما انها بقت لوحدها فهي فريسة سهلة جدا للسفاح المقنع اللي حاصرها، وهي حست بيه من وراها ولكنها ما تلاقيهوش لانه اصلا قدامها، وهجم عليها والشباب بيتمشوا للمرحلة التالية ومش حاسين بيها خالص. وبيطمن مايكل اوستن وعارف انه لما شاف زاي اتضايق بسبب الماضي، بس هو لازم ينسى ويكمل حياته ويحاول يبدأ من جديد في عالم كرة القدم. ولكن اوستن ما زال غاضب ومتضايق، والسفاح بيكون خد كيسي بعد ما قتلها وحطها في المرحلة الرابعة في بيت الرعب، والباقيين دورهم جاي وهم مش حاسين بالسفاح اللي بيتلاعب بيهم. والشباب بيكونوا وصلوا للمرحلة الرابعة اللي فيها الدمى وفيها بشر عاديين بيمثلوا، بس لما لقوا جملة انت لست امن هنا وكمان بصوا لفوق لقوا جثة كيسي متعلقة زي الدمى بالضبط بعد ما السفاح قتلها. وهنا حسوا ان اللعبة بقت خطيرة، وجاك المتاهة اتغيرت عن السنة اللي فاتت ومش عارفة المخرج منين، وكده هم كلهم مجبرين ينهوا اللعبة ويوصلوا لتليفوناتهم ويكلموا الشرطة واي حد بيشوفوه بيحذروا من السفاح، لانه بجد مش هزار، بس هم مش مصدقينهم لانهم اكيد بيرعبوهم. والسفاح ظهر وقتل البنتين، وهم دول يا صديقي اللي السفاح كان بيطاردهم في اول الملخص. والشباب وصلوا للمرحلة الخامسة والاخيرة وعليهم العبور من خلالها للوصول لتليفوناتهم، والغريبة ان السفاح وهو بيدور عليهم لقى شباب قدامه وراحوا يهزروا معاه عادي وهو سابهم يلمسوا قناعه، بس هو خوفهم وجريوا وما قدرش يقتلهم اكنه بيطارد جاكي واصدقائه لسبب معين. والقلق سيطر على الكل انهم مش عارفين يخرجوا من المرحلة الاخيرة ولا حتى لاقيين حد يرشدهم للمخرج. وفجأة تلاقي ايمي ان مفاتيح صندوق التليفونات وقعت منها وسابت الشباب وهتدور عليها، ولكنها لما لقت المفاتيح بيكون السفاح اتبعها وهجم عليها وقتلها. والشباب مش حاسين بسبب تدويرهم على المخرج من المكان، وفجأة لقوا السفاح خطف اوستن ومعرفوش يساعدوه، والوضع بقى خطير جدا وهم حاسين انها النهاية. وهم ماشيين لقوا جثة ايمي بعد ما السفاح قتلها، والسفاح مراقبهم بعد ما خرجوا من المرحلة الاخيرة وتفرقوا عن بعض سبب خوفهم. والسفاح تتبع زاي ومايكل وراح زاي يضرب السفاح ولكنه ما اثرش فيه، فخاف وجري وساب مايكل لوحده. والسفاح حاصر مايكل وقتله، وكده مش باقي غير زاي وجاكي وبورشة فقط. ودخلت جاكي وبورشا لمخزن بيت الرعب عشان يوصلوا منه لمكان صندوق التليفونات بتاعتهم، وفجأة تلاقي بورشا ان حلق ودنها الغالي وقع منها ولازم تلاقيه خوفا من امها. وجاكي بتقول لها حياتك اهم ولكنها ما تهتمش، وهي لقت الحلق صحيح بس مش لوحده، السفاح ظهر وقتلها. وجريت جاكي وخرجت من المكان وهي مش مصدقة نفسها، وكده مش بقيلها غير زاي اللي وصل لها ويقول لها لازم نكمل الطريق لل خروج من هنا، الحزن مش هيحمينا من السفاح واحنا خلصنا الخمس مراحل خلاص، وصندوق التليفونات قريب اكيد. وفعلا وصلوا لصندوق التليفونات، وبما ان ايمي ماتت ومعهمش المفاتيح فهم كسروا الصندوق وخدت جاكي تليفونها وكلمت الشرطة، وهم مش مصدقينها اعتقادا منها انها بتعمل فيهم مقلب بتاع الهالوين المعتاد. وفجأة لو اوستن جالهم وهو هرب من السفاح، والاغرب انه ضرب جاكي واغمى عليها واصاب زاي ويقول له انا اللي عملت الخطة عشان كلكم تموتوا، وهو بينتقم من زاي اللي دمر له مستقبله في عالم كرة القدم. حتى الاصدقاء دول مش اصدقاء هو لوحده، وهم اصدقاء زاي وبيحبوه اكتر منه. واكيد يا صديقي ان في حد بيساعد اوستن، لان السفاح المقنع اصلا كان بيظهر واوستن مع الشباب، واللي بيساعد اوستن هو صديقه المفضل مارك لما خطفه من المرحلة الخامسة. هو ساعده عشان ينتقم من زاي اللي خطف حبيبته منه زمان، ولكنه لما خطفه قال له انه خلاص مش هيقدر يقتل المزيد من البشر. ومارك كان مضطر يسمع كلام اوستن لانه مديون ليه بفلوس كتيرة، ولما صمم مارك انه مش هيكمل اتضايق اوستن وضربه بالنار وقتله، وهيكمل هو المهمة لوحده. واوستن طعن زاي وهرب، وفاقت جاكي وعمالة بتطلب المساعدة من الناس بس محدش مهتم ولا هيصدقوها حتى، لانهم معتقدين ان كل ده هو جزء من الرعب والخوف اللي بيحصل في بيت الرعب هنا في الغابة المعزولة.
والناس اصلا بتضحك. ووصل اوستن لجراج العربيات بعد ما خرج من المتاهة عشان يركب عربيته ويمشي من هنا بعد ما مهمته ما خلاص خلصت، وقتل زاي واصدقائه ما عدا جاكي، وهو مش مهتم لما يعالج اصاباته هيخلص عليها بعدين. وما اكتفاش اوستن بالانتقام من زاي وبس، ده انتقم من كل اصدقائه كمان. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.